بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إني استترت بأمداح النبي ولم يخش الفضيحة ذو عيب به استترى. إني على النفس والشيطان منتصر بالمصطفى عز من بالمصطفى انتصر. أهلا بكم معنا في هذه السهرة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. أعزائي المشاهدين، بمناسبة هذه الليلة العظيمة، هذه السهرة الفنية سهرة فنية مميزة ومتميزة. أولا لعظمة هذه الليلة الكريمة، ليلة عيد الأضحى المبارك، وثانيا لحجم ضيوفها وحجم مكانتهم في قلوب جميع المشاهدين وجميع جمهورهم الكريم. أعزائي المشاهدين، ضيفة الليلة فنانة شابة من أسرة عريقة، عريقة في الأصالة وفي الفن الموريتاني. فنانة ولدت وتربت بين الكبار ومع العظماء. والدها المايسترو الموريتاني الكبير والعظيم وملحن أكبر، شهده له القاصي والداني بالأخلاق والوطنية والمواطنة. والدتها أيقونة الفن الموريتاني، صوت الصحراء، صوت الملائكي، الأم الحنونة والفنانة الكبيرة، رحمة الله علينا وعلى الجميع. فنانتي الكريمة وضيفتي العظيمة، ضيفتي الكريمة، نصرك من بوك وحسك زين، ومن أمك نصرك مذالو، حدو لك مسلة من زرين أنت عنها تخلالو. وفعلا ضيفتي الكريمة، المسرح مخلي لك، ساحة كاملة مخلية لك. رحبوا معايا أعزائي المشاهدين بنجمة سهرتنا الليلة، الفنانة فيروز من سيمالي والهم أدفال ومن ديمي من سيداتي واللاب. مرحبا بك ضيفتي الكريمة. ورحبوا معي أيضا أيها المشاهدين بضيفي الثاني والنجم الثاني، الفنان والجندي الذي دافع عن وطني، دافع عن موريتانيا وأحب الشعب الموريتاني، الفنان الكبير الفنان بابا والنان. مرحبا بك بابا. طبعا بابا الفنان اللي أحب الجمهور الموريتاني والجمهور الموريتاني أيضا أحب بابا. كما يسعدني أن أستضيف لكم كوكبة من كبار العازفين في موريتانيا، العازف الكبير خالد ولد السيد، مرحبا بك خالد، والعازف شيخنا ولد أحمد لولا، مرحبا بكم ضيوفي الكرام. وطبعا على العازفين على آلة الطبل، مرحبا بكم ضيوفي الكرام. ضيوفي الكرام، أيها المشاهدين، كل عام وأنتم بألف خير. بداية نشكر الفنانة الكبيرة كارمي متاب على استضافتنا الليلة قاعة نخيل. أولا الفنانة فيروز، عيدك سعيد وكل عام وأنت بألف خير. فيروز إن شاء الله. إن شاء الله. فيروز، لماذا هذا الغياب عن شاشات التلفزة؟ على أنك أنت ما شاء الله فنانة وبجمهورك ومتعطش وياسر منه في الخارج يختار تمي يتابعك. والله التلفزة عندي حلقات فيها ما شاء الله تبارك الله. يقال لك شي لشي بعد أنا دائما نختار تمي. ما خاف تلفز لاني كنت مشتاقين لي حتى شغل راسي. طبعا احنا مشتاقين جمهورك مشتاق لك يا سوين تعدوا به. اولا لهنا بدؤوا بمدحه. اولا نسلم على الجمهور، مبارك يا رب العيد.
جماعة دمنا غيتورينا عليهم دار عن دار إن شاء الله. كما قلت لكم اللي شاكرين دار من تسدهم على استضافة الله يجي قاعة الله خير هاي طالبة من جمهوري كامل إنه كامل هذا الحفلة رسمية والله مناسبة لا يتخطاها لقاء زين وكلاس. لا إله إلا الله إلا الله
الله لا إله إله إلا الله يا 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 الله يا يا يا
راني طالبه من الجمهور لانه رحمه للمرحومه بالمناسبه. لا يحتاج طبعا جمهور تابع المرحوم سيمالي. الله يرحم ابا زين. والله يرحم ابا زين. ولا قروا مدي. الفنان بابا عيدك سعيد. كل عام وانت بألف خير. انت طبعا حاج بيت الله الحرام. الله ومداح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاج الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يعلم الحاجات. صحيح. ما ودي القى من عبد الله. طبعا انت محب للرسول صلى الله عليه وسلم، حالك حال جميع الموريتانيين وجميع المسلمين اينما كانوا. وهذه نحن ظرف مناسبة عيد الأضحى المبارك، وهذه مناسبة خاصة بالنسبة لنا المسلمين وبالنسبة لنا الموريتانيين. نختارك بابا تسمع لنا مدحة ومبارك للشعب الموريتاني الذي عاوننا في كل شيء. رانا مبارك له 100% سامحينه. الله يجازيك الخير. الله يعود عيدين ويعود بركة لينا كامل إن شاء الله. آخر السنة الجاية إن شاء الله. بابا اللي تسمع المشاهدين مدحة بهم اللي متعطشين لك. خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. قايد أنا وأنا عند القماشة. قلت له إلا إن رب العرش شرف أحمد ووفى به بشرى وإن شجع موعدا وأسرى به حالا وشفعه قد أشارت ليلة الأسرى ذكرى مخلدا وذكر رسول الله منك رسول الله الله الوجود زين الخلال زين الرجال زين الجعال زين الأسامي لكن النبي الهاشمي أكا يا نبي الهاشمي أكا رفيع القوي شفيع شفيع يوم القيامة دخل ناعم المختار المكري ماكري ومن كل شدان عنيدا وفاجر ومن قال قائل سحر ساحر سحر ساحر وفكر في عن كيدور الملاكي وفي كل بذل وقوي رجال زين الجعال زين الجامع ذاك النبي الهاشمي أكرم ذاك الشهر يوم القيامة عشر دفا وعشوق درا عند علي للطماع الفرد الكفور وخيار مبارك جاع سلطان شريف والدمر والدعلي
عليه رأيت لي كيف هو يا أخير السلطين موتوار حي أخير السلطين موتوار حي الانتير المسكين والفرد اللاكي والفيرد اللي كيف هو أفرت الحول دين دين تدريبو واللي عمر واللي عليه كيف هو يا يا هولك يا هولك يا هولك كنت وادع مريت لك مريت لك ولا عمر ولا علي مريت لك ولا عمر ولا علي مريت ماني متمونك قير قالت لي قزانة ماني متمونك قير قالت لي قزانة على الحد النختير في رقص مليانة على الحد النختير في رقص مليانة على الحد النختير في رقص مليانة تحالي جازيك بمسال مولانا لا تتحالي جازيك بمسال مولانا ماني متمونك قير قالت لي قزانة ماني متمونك قير قالت لي قزانة على الحد النختير في رقص مليانة على الحد النختير في رقص مليانة عند الحد النختير في رقص مليانة يا يا عند اللامولانا يا قير احنا درنا عند اللامولانا ماني
القسمة ليانا عذر حد النختير في القسمة ليانا عذر حد النختير في القسمة ليانا في القسمة ليانا في القسمة ليانا في القسمة ليانا القسمة زين حط هذا شور جديد فيروز الله كلمات من درك كلمات لا كلمات صديق لي ما رجعت السميرة Thank you.
قالوا مباشر من عمك ما حقلوك قاعدي وتماميك شكروك كل خدالك وخبارك ومشينا خيرك ما شعجوك احمد المختار على حسان شريف احمد المختار على حسان شريف الدم والقهر ارجعي يا رغيب يا احمد مرينا عرفيك صيد مسيح ليه اشيك الغيار وقلب جريت ومطار وتعين ويا لبيك يا اله الا الله يا اله الا الله محمد بشر وليس كالبشري وليس 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 كالبشري يا بل هو بل هو ياقوتة والناس 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 كالبشر يلي مالكني لا لا شك لا تقتلني ما تلين ما طاش ما آيو نشرب قصر البركة لا طاش نشرب قصر البركة يا البركة يا 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 البركة يا 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 نطش نشرب قصر البركة قصر البركة 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 بركة البركة بركة وقشت وقيامت وقيامت والعين نطش نشرب قصر البركة وقشط وقيامت وقيامت والعين وقيامت 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 وقشط وقيامت 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 العين للي عزيت دلّى بيّا
ليدود الليت بأيديا ليدود الليت بأيديا ليدود الليت بأيديا إلا ننزل كل عشية للي عزيت تدلى بيا ليدو دليت أبيديا ليد ليدو دليت أبيديا ليدو دليت بيديا أيوة ولا نعرف قاع اشربية ولا نعرف قاع اشربية للي عزيت دلى بيا ليد ودليت ابيديا ليد ليد ودليت ابيديا ليد ودليت بيديا أعزائي المشاهدين بعد الليلة ده وتنهور بابا فرق بابا ده تسمعنا شور زمني أسمعكم توجيح والله ووزي شرع عندك لنا علينا نتحيد عنه لا يعمل ملانا مرلوق ولا ينور ضلح
الفنان فيروز عندك شعر يقعد عود قديم شوي يقر بعد الجمهور كامل يبقي شعر يقيد الدواي لعت تسمعه نظر الله يقول قال شوي مش مظلم هو سابق لقد علمت بأن بأن عفوك عفو عظيم دن يا خشيم يا خشيم كيف والله عاد خشيم ودن ندن 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 يا خشيم Thank you.
متريع متريع من خيوط كويحك يا نديمي اليوم بك ويحك يا نديمي يا نديمي يا نديمي ديمي ما اطفى علي 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 من النعيم ألا ما لن تراه ولا عيالا ولكن يا نديمي صوت ديمي يا نديمي يا نديمي يا نديمي يا نديمي يا نديمي ديمي ديمي صوت ديمي قال لا احزيني وبلاد القلايا يوقل دوايا يوقل دوايا يوقل دوايا يوقل دوايا يوقل دوايا يوقل دوايا أفضني عني عيني بقبال أفضني عني عيني بقبال أفضني عني عيني بقبال أفضني عني عيني بقبال يوقي الدوايا يوقي الدوايا يوقي الدوايا يوقي الدوايا يا خيتي يبقى وخدايا يا وقل دوايا 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 هذا الكتير يا فيروز ان شاء الله حسين وليك تنقل بما ان دخلنا لا يسمعني شو الله يسمعني التبرع
تلك متيت من شيباني والذات محمود محمود لله من الفضل بقيت محمود لله من يا من الفضل بقيت واحدة يا بوتيك واحدة يا واحدة يا واحدة يا واحدة يا بوتيك واحدة طوي بلاد وفي يوم اللي زود كالي يا كالي مطربات ما كيفك دعلا يا عيات ما كيفك دعلا يا عيات ما كيفك دعلا يا عيات ديري ديري Allah, 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 Allah.
الفنان الكبير بابا بابا دي تقول لهم الشعر عش من دار وكلا وقلب مقايد ونوابنا زين حسن وابدا ودار في القلب اللي اندار منهم مروح من كونا زين حسن بين الدخمي قلبهم دار وجم اش مبروك وبدا قلب الحب بعد راس المعلوم خير ونعمهم شوف يا خير الواقية مضمونة تتعين فيك الكلية تتعين فيك الكلية إذا بالله العالية يا بالله العالية يا بالله يا انتي يا انتي يا مالي يا 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 مالي بابا بما ان فصل الخريف شنو الكلمه توجه للمشاهدين اللي تابعونا الليله مشاهدين لا نقول لهم الا مساله واحده اذا عادوا مساله المشاهدين نعرف اذا عادوا تقلبوا ما نعرف لا نقول لهم عنهم اولا الكايت ما قاعد يفرقوا من الحجيج الحجيج اللي يذكر كل ليله كل نهار كل نهار الحجيج شنو الصباب وضح لك شوي يوم نعرفه هؤلاء الوتاج الكبار عشان العادي يبركوا على صغيرين هذا مقصود خالد يقول له بابا برانشي ويعطيه هو ويخليه ماشي يعني ما يتوتر صحيح لك حق هاي صحيحه بالمخالفه طبعا هذا هو مطلبنا ومطلب الفنان الكبير على ان جميع السائقين يتوخوا الحذر خصوصا هذا خصوصا الشباب قاعد يحور في العيد ولا يحور في الصيف ولا يحور في القريب يتم ذاك اللي يشح فقط لا الحق لك حق لا يحفظ انا بعد هو اللي انا بعد هو اللي الشاهد عندي انا طبعا هذا مطلب جميع الموريتانيين بلاد اللي للاسف السيارات ما نعرف استخدامها ولكن نتخاوم من السيارات واحترمهم يحترموكم احترمهم يحترموكم الفنان فيروز هي تسمعني يا اللي تقولوني
زين 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 يا زين زين ذاك العام الأول عام الأول زين 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 يا زين لكن عام الأول زين هذا زين زين لكن عام الأول زين زين هذا زين زين لكن عام الأول عام الأول زين 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 شفتك بالله بالله طرحيلي مارة ولقا طرحيلي مارة ولقا أخبرنا قلت حتومة شوي 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 قالت تخيلني تخيلني هدايتو قل يا حجلي هدايتو يا حجلي يا حجلي قازر ومسيس فؤادي التبرع الحقيقي فيروس بابا. بما ان تخلنا البياء المسرح لك
انت ما شاء الله سيد البيع. اسم الحزمي بان زاد مالك
جعانة وكبير تخيمه لا قلة قلة منك حق علي أنا وكبير تخيمه لا قلة لا قلة ولا قلة ولا قلة منك حق علي يا 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 لا وحمار قارب كل حد حسك ما تامل أنا ما تامل أنا ما تقعد تقعد بالشي أنا ما تامل أنا نور أنا ما تقعد تقعد بالشي أنا ما تامل أنا ما تقعد ما تقعد في الشيال وحمار قارب كل حال حسك ما طمر ما طمر ما تقعد في الشيال ما طمر ما تقعد في الشيال ما طمر ما تقدر تدفي الشيارة ما طول أنا ما تقدر ما تقدر تدفي الشيارة لا إلا الله لا لا Yeah.
نختير نختير بعد هدايا أنا نختير 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 أنا نختير أنا نختير بعد النادى لو دام العودة لو دام العودة فؤادي كالشباب مؤيسر فؤادي فؤادي كالشباب المعاصر لا تتركي من همومي كي يبري شد يشفي من همومي الأكابر والفخري في آخري ما يرى عز والعليائي والعليائي والفخري في آخري والعز والعليائي والفخري في آخري والعز والعليائي عليائي عليائي والفخري في آخري إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على النبي إمام المرسلين النبي العربي خاتم النبيين النبي العربي خاتم النبيين النبي العربي خاتم النبي النبي العربي خاتم النبي صلوا على النبي صلاة وتسليم قولوا مجتمعين صلاة وتسليم قولوا مجتمعين
الكريم خاتم النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي إمام المرسلين النبي العربي خاتم النبي النبي العربي خاتم النبي صلوا على النبي صلوا على النبي إمام المرسلين النبي العربي خاتم النبي النبي العربي خاتم النبي النبي العربي خاتم النبي صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام الله 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 يا الله من الفؤادي يا لا تذهب بك الهكارون من القرآن يا ما يكونه صبر لكن تعلم أن الله أول عليك من إكرام القدر أولهم عليك من عجبا انصارات ومراجعون
الجيلان يا عجبا وصارت سارات وما راجعوك لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله يا ربي وأسلم على المهجور وسيد الخلق جل جلاله يا رسول جل جلاله يا
ساقني يسري 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 ساقني يسري يسري ساقني يسري من مرقانا شراك يجري ما يتحانا شراك يجري ما يتحانا شو الله يجري ما يتحانا يا مولانا يا مولانا تقرر الحب ريانا تقرر الحب ريانا يا تخلص الحياة يا تخلص الحياة يا مولانا يا مولانا تقرر الحب ريانا تقرر الحب ريانا تقرر الحب ريانا Yeah.
وصارها جيلي زين وتارها هو اللي زين بارها جيلي زين وتارها وبدي زين وبارها جيلي 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 يا إيماني يا إيماني في نهاية هذه السهرة أعزائي المشاهدين نشكر باسمكم ضيوفي الكرام الفنانة الشابة المتميزة الفنانة فيروز من سيمالي والهم ودفال ومن ديمي من تاب كما أشكر الفنان الكبير بابا والنانا وأشكر الفرقة الموسيقية اللي رافقتنا الليلة العازف خالد ولا السيد والعازف شيخنا ولا احمد لولا واسمحوا لي ان اشكر ايضا باسمكم فريق العمل الذي كان معنا الليله الاشراف الفني باغالو وعبد الله زيدان وكيسي امادو والتصوير الشيخ البو وبابيس احمد وصلاح واللياهي والصوت ابراهيم والصبار والارسال خدجه وصوت كما اشكر المخرج الكبير مصطفى محمد عيدكم سعيد اعزائي المشاهدين وكل عام وانتم بالف خير.